مشوارنا مع فير تريد لبنان على كفردبيان بجبل لبنان، وتحديداً على الجمعية التعاونية لتصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية الأطايب كفردبيان، يلي تأسست عام 2004 وبتضم مجموعة من السيدات يلي بيشتغلوا ببيئة طبيعية جميلة جداً ومصدر الوحي لألف وصفة ووصفة. وبطليعة الوصفات مربى الفريز. الفريز المزروع بمحيط التعاونية بكفردبيان وبطريقة طبيعية، وأكيد بطعمته الغنية هو الأساس لهالمربى يلي عم بيتم تصديره إلى كافة أنحاء العالم. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنتوجات الأخرى مثل المربيات على أنواعها، الكومبوت، الكبيس، الرب، الخل، ورق العريش، والفواكه المجففة. بس تشوف هيك مناظر حلوة وطبيعية بتقول ما في أحلى من لبنان وما في أحلى من صناعته. خلونا نشجع الجمعية التعاونية لتصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية الأطايب كفردبيان لنزرع اللبناني بأرضه.